ومتابعة لمجريات هذا الملتقى تنضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية موفدتنا إلى مراكش رجاء فضلي. مساء الخير رجاء. مساء الخير حسام، أهلا وسهلا. يعني رجاء، مراكش تعيش اليوم على وقع حدث دولي بارز ألا وهو الملتقى الدولي الثاني لحقوق الإنسان. ما هي آخر المستجدات المتعلقة بهذه التظاهرة الوازنة؟ إذن حسام، فكما شاهدتم قبل قليل فقد انطلقت فعاليات المنتدى الدولي لحقوق العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش في دورته الثانية. هذا المنتدى الذي يحضره حوالي 7000 مشارك من أزيد من 100 دولة، يحضره أيضا كبار الشخصيات، يعني شخصيات مؤثرة ورائدة في مجال حقوق الإنسان. هؤلاء التموا هنا من أجل يعني مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة حقوق الإنسان وسعيا للنهوض بالحقوق، يعني حقوق الإنسان. البداية كانت بمجموعة، يعني قبل تلاوة الرسالة الملكية وصبيحة هذا اليوم كانت هناك مجموعة من الأنشطة الموازية لهذا المنتدى، ومن ضمنها الزيارة، يعني قمنا بها لمجموعة من المدارس التي قام فيها مجموعة من التلاميذ باستعراض ما تلقنوه من دروس في مدارسهم والمرتبطة بكل المبادئ يعني الحقوقية وأيضا الهيئات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان. يعني قبل قليل كما سمعتم فقد تلا السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الرسالة الملكية. هذه الرسالة التي تضمنت مجموعة من يعني الرسائل إلى المؤتمرين الحاضرين في هذا المنتدى. ولأجل مزيد من النقاش في هذا الموضوع يحضر إلى جانبي السيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ضيفا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا. إذا سيدي، بداية نود أن نتحدث عن السياق العام الذي ينعقد فيه هذا المنتدى وأيضا عن أهمية انعقاده في المغرب وفي مراكش. السياق العام بطبيعة الحال هو تقييم حصيلة حقوق الإنسان في العالم، والدورة الثانية لمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بالمملكة المغربية تعتبر لحظة تاريخية قوية ومحورية في التاريخ الحقوقي للبشرية، وخاصة أنها طبعتها الرسالة الملكية القوية التي جاءت بفلسفة ورؤية جديدة في مجال حقوق الإنسان. هذه الرؤية أولا ترد الاعتبار لدول الجنوب وخاصة دول إفريقيا لكي تصبح فاعلا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان وفي كل آليات حقوق الإنسان، وكي لا تبقى موضوع تقارير دولية مهما كانت طبيعتها. ثانيا أنه ركز على مسألة المناصفة والمساواة بين الجنسين وانخراط المملكة في هذا المجال. ثالثا أنه ركز على الانشغالات الرئيسية بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، ثم أيضا الانشغال بحقوق الطفل وانخراط المملكة المغربية في تقوية المنظومة الحقوقية من خلال مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ومن خلال عزمها على المصادقة على البروتوكول الثالث لاتفاقية حماية حقوق الأطفال. خطاب قوي أعتقد أنه يعطي فلسفة جديدة لحقوق الإنسان ويعطي مكانة جديدة لدول الجنوب كي تنخرط، وانطلق من أن الكونية بطبيعة الحال هي مبدأ أساسي، ولكن مداخل الكونية هي التعدد الثقافي الحضاري القيمي في العالم وخاصة في القارة الإفريقية. إذن كما ذكرتم، يعني الخطاب الملكي شدد على دور المغرب وعلى دول إفريقيا بشكل عام في صياغة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان ولا تبقى يعني فقط مستهلكة لما تصوغه دول أخرى. طبعا هذا أن المملكة المغربية من خلال هذا الخطاب تعبر مرة أخرى على أعلى مستوى خلال الرسالة الملكية على أن المغرب هو منخرط في كونية حقوق الإنسان، والمغرب يعمل جاهدا على تطوير
مقاربة جديدة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ولكن التشديد مرة أخرى على الانخراط وعلى الاختيار الديمقراطي والحقوقي الذي لا رجعة فيه في مجالات حقوق الإنسان. وأعتقد أن هذه الجلسة طبعت هذه الرسالة الملكية، وكل المتدخلين الآن في القاعة هم يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمجال حقوق الإنسان عبر العالم، من خلال طبيعة الحال المسؤولين الحكوميين، مسؤولي المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مسؤولي المؤسسات الوطنية، مسؤولي المنظمات غير الحكومية. وهذا بطبيعة الحال سيشكل قفزة نوعية في التطور الحقوقي، وكما جاء في الرسالة الملكية هناك الأفق القريب لمنتدى مراكش، وهو ما بعد يعني الأهداف الألفية لسنة 2015 ومسألة البيئة مؤتمر 2015 وخطط التغيرات المناخية، وأيضا وهذا كان تشديد عليه حقوق المرأة من خلال تقييم مؤتمر بيجين زائد 20. تم أيضا الحديث عن هيئة للمناصفة في هذا السياق، لأن المملكة المغربية منخرطة في مجالات حقوق الإنسان، وأن صاحب الجلالة من خلال هذه الرسالة يشدد مرة أخرى على حقوق المرأة وعلى صيانتها، ومن خلال ذلك إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بناء على الدستور الجديد للمملكة. شكرا لك. نعم حسام. رجاء عذرا. نعم عذرا لضيق الوقت رجاء، أكيد ستوفينا بالجديد وبكل ما يتعلق بهذا الملتقى في مواعيدنا الأخبارية المقبلة. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.